مسندين الناس، مالكم ومال الناس، رمضان جانا، وساكن في حي السيدة. كل دي أعمال فنية وتراث فني كبير جدا سابه لينا محمد عبد المطلب. النهاردة ذكرى وفاة محمد عبد المطلب. معايا السيدة سمية عبد المطلب، بنته، اللي هتكلمنا أكتر عن حياته وعن محمد عبد المطلب كان عامل إزاي في البيت، محمد عبد المطلب كفنان كان عامل إزاي وكأب كان عامل إزاي. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. قوليلي كده، محمد عبد المطلب كأب كان عامل ازاي في الأول، في البداية؟ زي أي أب مصري، يعني تقاليد العائلات، تقاليد القرية، يعني البيت عندنا ما كانش له، يعني ملوش علاقة بالوسط الفني. بيت عادي جدا، هو يعني حتى لما كان بيحفظ أغاني بره أو حاجة بيبقى مع الملحن، لأنه ما كانش بيعزف عود، فبيحفظ في النقابة أو مع الملحن بتاعه. كان أب شديد ولا كان أب لين؟ لا، ابن رحيم. رحيم رحيم. حلوه رحيم دي. حلوه. احكي لي اكتر موقف فاكراه لمحمد عبد المطلب كأب. ما نجحت في الثانويه العامه. ايه اللي حصل؟ فرح بيا جدا وهناني وقال لي انا عايز ادخل كليه الاداب قسم تاريخ، عشان يعني ادرس تاريخ مصر. فعلا وفعلا دخلت كليه واخدت. في قصة معروفة انه في اخ لحضرتك كان حابب يدخل الوسط الفني، او كان صوته حلو ويغني. صوته حلو بس اخويا الكبير. ايه اللي حصل؟ ابدا، بابا يعني سمعه وهو بيغني مرة فقال له: يا ابني انا يعني ما اتمناش ليك يعني نفس الطريق الصعب اللي انا مشيته. فبس دي كانت النصيحة اللي اداها له، يعني كانت نصيحة لكن ما كانش منع بشكل مباشر انه لا. ما كل واحد بقى طلع اختار الكلية اللي هو عايزها، يعني انا نور محاسب، بهاء مهندس، انا اداب، يعني كل واحد اختار الكليه اللي هو عايزها. كبنت عبد المطلب بتحسي كل رمضان لما تسمعي صوته ان هو موجود معاكي؟ طبعا الاغنيه دي بالذات لها، انت عارفه دايما طقوس فوق رمضان والعيله بتتلم، وهو لما كان بابا عايش وكده واخواتي، فطبعا الواحد بتبقى زي شهر ذكريات ليه جامده يعني. عبد المطلب ليه اكتر من 1000 اغنيه، ايه اكتر اغنيه بتحبيها له؟ بالنسبه لي انا احب الناس المغرمين واحب في قلبي اغنهم. اشمعنى الاغنيتين دول؟ اغنيات يعني الكلام جميل بيعجبني، وهو اداؤه في الاغنيات حلو. استاذ كمال الطويل هو اللي عمله الناس المغرمين. والاغنيه قلبي غرام استاذ عبد العظيم محمد الله يرحمه. في ألقاب يعني دايما أساطير الفن أو الغناء كل واحد بياخد لقب معين. في ألقاب خدها عبد المطلب زي ملك الغناء الشعبي وملك المواويل. بتشوفي مين دلوقتي ممكن ياخد لقب ملك الغناء الشعبي أو ملك المواويل؟ لا، اللي بيسود حاليا ده أنا طبعا لا أعترف فيه يعني. وإذا كنا بابا يندرج شعبي، لأن بابا دخل الموال في الأغنية، وبعدين بعد كده جت ساكن في حي السيدة، توجت مشاور فني جدا، لأن الناس انفعلت قوي بالأغنية دي وحستها يعني. لكن أنا بابا معظم أغانيه فين الشعبي، هو بس أدمج الموال. لكن في قلبي غرام، فايت وعينيه وعينيا، كل ودع هواك، شفت حبيبي، دي أغنية عادية جدا ودرجة ما فيهاش أي نوع من الشعبية. جوه البيت بقى، نرجع تاني جوه البيت. والد حضرتك كان مطرب وفنان ومعروف، جوه البيت كان عامل ازاي؟ لا حقيقة أصل الفنان ده بيبقى ليه طبيعة، يعني من وقت لآخر يعني أيام يبقى المزاج بتاعه مش مظبوط قوي، يعني زي ما بتسمع يعني الفنانين، يعني أوقات يعني ما تكون بيحضر العمل طبعا بيبقى مرتبك وبيحفظ وبيرتب وكده لغاية ما بيسجل، وبعد كده خلاص بقى بيبقى كويس بسيط. أقول بقى ربنا يرحمه وهو لسه موجود الحمد لله. ربنا يرحمه إن شاء الله. يعني زي ما احنا شفنا كده، دي كانت شوية معلومات عن مسيرة عبد المطلب الفنية وعن تاريخ حياته، تساب لنا إرث كبير جدا من الأعمال السينمائية والغنائية. Thank you.
وفاة النجم والمطرب المتميز الأستاذ محمد عبد المطلب، ورحنا بيته وتعرفنا على بيته وطقوسه وعاداته، وطبعا قابلنا بنته الأستاذة سامية، ومعانا النهارده منورنا في الاستوديو لإحياء الذكرى الأستاذ زين العابدين محمد عبد العال مطربنا المتميز. أهلا بيك وصباح الورد. وأيضا أستاذ مصطفى مرزوق محمد جودة عازف العود، أهلا بيك ومنورنا في صباح الورد. في البداية بقى عايزة أسأل حضرتك، يعني تقول إيه بقى عن الراحل محمد عبد المطلب؟ محمد عبد المطلب المطرب الكبير، و يعني يعتبر الظاهرة وحكاية التصنيف إنه مطرب شعبي ومش شعبي دي ملهاش وجود يعني الحقيقة في الواقع، يعني لأن محمد عبد المطلب غنى كل الأشكال وغنى كل الإيقاعات، يعني غنى سامبا، غنى رومبا، غنى. ومحمد عبد المطلب صوت من الأصوات الكبيرة، يعني مازال موجود بينا رغم رحيله. يعني صوته قوي جدا ومش أي حد يعرف يعيد غناء أغاني عبد المطلب. ما حسيتش إن ده ممكن تكون حاجة مخيفة بالنسبة لك إن أنت مرة واحدة هغني لطلب؟ لا والله، هو أنا بغني لطلب من زمان، وفي الحقيقة موضوع الصوت، القوة في الصوت، يعني في أصوات أقوى من عبد المطلب، لكن هي الفكرة في الغناء مصنعية الأداء بالبلدي كده. يعني أستاذ عبد الحليم كان صوته مش كبير، لكن الغناء العربي أداء وإحساس قوي اللي بيفرق مغني عن مغني. طبعا إذا كان مغني عربي أو شرقي أو مصري بيغني بدون إحساس بالكلمة بلاش غنى خالص. لو هو مجرد الاحساس بالكلمه، وحاجه قلت هو لسه عايش معانا. اللي اعرفه معلومات عن الاستاذ محمد عبد المطلب ان هو كان بيخاف من الحسد قوي، فعشان كده غنى يحسدني الناس. ممكن صح يعني ممكن. احساسي ان هو حساس قوي. طب تيجي نسمعها مع بعض. حاضر. حاسدين الناس مالكم ومال الناس، يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، ده كل قلبي في ألم، ده كل قلبي في ألم، ولكل واحد كاس. يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس، يا حاسدين قلبين ايه قصدكم منهم، يا مفرقين حبيبين فرقتوا ليه بينهم، كفينا شر العين وحرسنا من عينهم، معرفش ليه الناس شربوا مساوى من الكاس، 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 ده كل قلبي في ألم والكل واحد كاس. يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. الله الله الله.
استاذ زين خلينا نقول انه في علامات كده في تاريخ الغناء بيعملوا نقله في المزيكا، يعني ملحن الالف اغنيه خالد الذكر سيد درويش عمل نقله في في طبعا. في الغناء موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب عمل نقله ايضا جديده في الموسيقى والتلحين. مدرسه بقى طلب ايه يعني لو ليه مدرسه خاصه بيه، ايه هي المدرسه دي؟ لا هو مدرسه طلب المدرسه الكلاسيكيه القديمه اللي هي كانت في العصر بتاعه يعني، انما هو ما عملش مدرسه جديده يعني. هو غنى لرياض السنباطي وغنى محمود الشريف معظم حاجاته، ودول اللي كانوا معاصرين في وقته. وتأثر كتير قوي مدرسة سيد درويش، يعني هو تدلمز على ايد سيد درويش، غنى كتير لشغل سيد درويش. لا هو لم يعاصر سيد درويش، هو عاصر محمد عبد الوهاب وكان من تلاميذه، كان من المذهبجية او الكورس اللي مع الاستاذ عبد الوهاب، محمد عبد المطلب. وفي بعض الاغاني صوته واضح فيها قوي. ولكن حضرتك قلت في بدايه كلامك ان هو عايش لحد دلوقتي. طبعا. شايف ان لسه الاجيال الجديده ممكن تتاثر باستاذ محمد عبد المطلب؟ طبعا. ممكن تتاثر بيه. لان الغناء الجاد او الغناء المعتبر كل من يهوى الغناء الجاد بيسمع يعني، لان عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمود الشريف، دول اعمده الموسيقى المصريه. بدون شك، وهو غنى لكل دول. طب احنا عايزين نسمع بقى يا اهل المحبه يعني. الله. واحنا الله. بنتكلم كمان كنا بنعرض دلوقتي داخل في جوله كده داخل منزل الراحل طلب والصور لتكريماته والمناسبات المختلفه ليه، فعايزين نسمع اهل المحبه. هو لحن بالمناسبه من الحاجات اللي هي السامبا، الايقاع سامبا. يلا. يا اهل المحبة الدنيا حبة من سعدكم اسعد منايا وابلغ مرادي يوم زيكم. يا اهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا اهل المحبة الدنيا حبة، كل الأحبة شايفين هنا اشمعنا قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا. يا أهل المحبة كل الأحبة شايفين هنا اشمعنا قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا. من طول قسايا أشكي هوايا، من طول قسايا أشكي هوايا، وبقول لكم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، المحبة الدنيا حبة، في الكون نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، افضل اتابعه وهو طبعه ينسى الهوى. في الكون نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، افضل اتابعه وهو طبعه ينسى الهوى. وان زاد غرامي من غير كلامي، وان زاد غرامي غير كلامي، يظهر لكم يا اهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا اهل المحبة الدنيا حبة، أحسنتم أحسنتم. الله حضرتك دراستك يعني حضرتك دارس الموسيقى ولا هاوي وقعدت؟ أنا دارس الموسيقى، درست على إيد الموسيقار الكبير فتحي جنيد، هو أخو حسين جنيد الكبير اللي علمه الموسيقى،
والحقيقة كانت البداية في الغناء. وأنا من مطربي إذاعة الإسكندرية. وكنا أطفال وكانوا بيجوا لنا فرقة موسيقية كبيرة ناس عادية. فإحنا نقف نغني قدامهم صغيرين كده. فكان الأستاذ غنيم الله يرحمه كان مدير الثقافة في الوقت ده في إسكندرية. فقال المدرب الأستاذ فتحي جنيد قال له ما تعلم من الأطفال دول يلعبوا موسيقى ويغنوا. فأنا غويت الرق وابتديت أغني ولعب رق في نفس الوقت لحد الوقت. والرق بس رق حد علمه لك وحضرتك؟ هو الأستاذ فتحي أعطاني أسلوب الإيقاعات. أنا غويت الرق وبقيت أمشي يعني كم يعني اجتهدت علمت نفسك عليه كمان. علمت نفسي وهو علمني الضروب. وهو الحس الفني ده أصلا جاي منين يعني؟ في حد في البيت عند حضرتك ليه علاقة بالفن؟ أخويا مطرب كبير اسمه إبراهيم الملاح سكندري. وأولادي الاثنين واحد دكتور في المعهد العالي للموسيقى العربية هايل والتاني عازف كمان في أوركسترا سيمفوني في الأوبرا ما شاء الله. الأسرة فنية عائلة فنية جدا. أستاذ مصطفى جودة عازف العود تقابلتوا مع بعض إزاي؟ تقابلنا مع بعض من حوالي 15 سنة وهو في الحقيقة تلميذ الأستاذ جورج ميشيل العازف الكبير أستاذ جورج ميشيل من علامات العود في مصر من المدرسين العود وعازف مجيد جدا وكان في الأوبرا فترة طويلة وصديق عزيز يعني. طب نسمع بقى الهوا مع بعض؟ حاضر يلا بينا. بياع الهوى راح فين
راح فين راح فين بياع الهوى بياع الهوى راح فين بياع الهوى راح فين يم سهر يم سهر يم سهر دموع العين راح فين راح فين راح فين بياع الهوى. سريعا رأي حضرتك بصراحة في الساحة الغنائية المصرية. الساحة الغنائية المصرية عايزة إعادة نظر عايزة السبب إذا عرف السبب بطل العجب. توقف الإنتاج وهذه صرخة لمن يهم الأمر. توقف الإنتاج الإذاعي منذ حوالي سنة 1995 توقف الإنتاج الغنائي الإذاعي في الإذاعة المصرية منذ عام 1995 هو سبب ما نحن فيه الآن. على أثره ابتعد كبار الملحنين عن الإذاعة. الشركات الخاصة مش عاوزاهم مش عايزين عايزين يعني غير راضي عن الساحة الغنائية دلوقتي. لا مفيش ساحة غنائية مفيش. مصر الآن على عهدتي لا تنتج أغاني لا تنتج أغاني. أين الإنتاج الغنائي المصري المعتبر إلا من رحم ربي حاجات كده اجتهادات وهي معتبرة لكن مش دي مصر. مصر حاجة تانية خالص. احنا طبعا يا احمد الموضوع كبير جدا طبعاً. الموضوع كبير قوي 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 وارجو ان يهتم به. الفلتر اتشال الفلتر اللي كانت بتطلع منه الاغاني عشان حضرتك تسمع كبار المطربين والمطربات والمؤلفين والملحنين والشعراء في الإذاعة وهذا امر خطير للغاية. وإن كان البعض ممكن يشوف إن ده مع اختلاف الأجيال بتختلف الأذواق وبتختلف المدارس الإنتاج ممكن يبقى موجود ولكن مختلف مع الفكر المختلف والأبديت اللي حضرتك بتتكلم حضرتك فيه. مش موضوع اختلاف أذواق. ممكن الإذاعة تساير العصر بالإنتاج المعتبر برضه تطور شكل المزيكا وكل حاجة لأن الإذاعة يعني إيه يعني حد متخصص في لجنة بتسمع الشعر وبتسمع الألحان قبل ما المستمع يسمعها. طب لو هتودع جمهورك في آخر فقرتنا هتغني لنا إيه؟ حاضر نقول إيه نقول إيه نقول نقول في قلب الغرام مثلا؟ ماشي. احنا كنا عايزين نبدأ بيها الحقيقة. احنا كمان هنودع جمهورنا وهنختمه ولكن هنختم بقى على صوت حضرتك. حاضر. خلصنا حلقتنا النهاردة وخلصنا فقرتنا بفقرة طربية بنحيي فيها ذكرى الفنان العظيم الأستاذ محمد عبد المطلب في ذكرى 39. صباح الورد عليك يا مها. صباح الورد عليك يا أحمد وصباح الورد على مشاهدينا. طبعا خير ختام الأغاني اللي هنسمعها دلوقتي. بأيام الهوى
اللون وذكرى هواك تسهرني واسمع الفؤاد غنون وتشقيني معاني ورددها وغنيها وانا سهران.